النكسة الكبرى عام 1967. بدأت إنذارات الحرب حين وقعت مصر اتفاقية دفاع مشترك مع الأردن وسوريا، وطلب عبد الناصر بعدها من مراقب الأمم المتحدة المغادرة فوراً. وأعلنت الدول العربية استعدادها لمعركة المصير، واستنفرت الجيوش في دول الطوق مصر وسوريا والأردن ولبنان، وأرسلت عدة دول عربية قواتها للمساندة. في الخامس من يونيو حزيران عام 1967 اندلعت الحرب. ومنذ الليلة الأولى لاندلاع الحرب قام الطيران الإسرائيلي بحركة مباغتة كانت نتائجها تدمير الطائرات المصرية والأردنية والسورية، وهي ما زالت على مدرجاتها. ثم توالت الخسائر العسكرية الكبيرة والاندحار العسكري المروع. وبعد انتهاء الأيام الستة ظهرت الكارثة وتكشفت المعركة عن هزيمة نكراء. احتلت على إثرها إسرائيل الضفة الغربية وغزة والنسبة المتبقية من أرض فلسطين. زاد هذا الانتصار من تجبر إسرائيل، فقامت في الشهر التالي بالإعلان عن توحيد القدس الشرقية والغربية، وإعلان مدينة القدس عاصمة أبدية لإسرائيل غير قابلة للتفاوض. فقامت القيادة الفلسطينية بعقد اجتماع طارئ في دمشق قررت فيه فتح المجال للتسلل الفدائي من جديد. بعد هذه الهزيمة بشهر واحد اجتمع الرؤساء والملوك العرب وقرروا في مؤتمر القمة الذي أقيم في الخرطوم لاءات العرب المشهورة، وهي لا للصلح، لا للتفاوض، لا للاستسلام. أوقفت الحرب بقرار من الأمم المتحدة التي أصدرت قرارها بوجوب احترام سيادة كل دولة في المنطقة، مضمنة بذلك دولة إسرائيل التي رفض العرب الاعتراف بسيادتها، رغم كون أغلب الأراضي الفلسطينية قد صارت بعد هزيمة عام 1967 تحت سيطرتها. صفحة من ذاكرة أمة عجنت بماء الصمود ومازج النضال دماءها، وما زال لديها الكثير لتحكيه لنا عن قصة ومشوار بقائها.